احنا برضو جات لنا مكالمتين، بس البنتين او الاثنين ستات اللي كلمونا مكسوفين طلعوا على الهواء عشان غالبا خايفين ازواجهم يسمعوا اصواتهم. يعني اوكي عندنا هدى بتقول، بس هدى ده اسم يعني هي قالته كده مستعار، اوكي قالت انا جوزي بيسمع كلام اهله جدا، وكل لما يروح عند مامته واهله يعني يرجع يتخانق معايا، فاتصرف ازاي واعمل ايه؟ فكره ان جوزها دايما ودنه ودني مع اهله، ودني. وعلى طول بيقلبوه عليها. طيب هنا طبعا المشكله دي على فكره موجوده كتير، بس هي المشكله دي بتبقى باينه في فتره الخطوبه، بس احنا هنقول ان خلاص ما خدتش بالها واللي حصل حصل. ما ينفعش ان هي اول ما ترجع ان هي تبقى قاعده له تقول له ايه هو انت بقى عشان لسه راجع عند مامتك فسخنان عليا، هو انت دلوقتي بتتخانق، ما انت كنت قبل كده ما تخانقش. فهي لازم تعمل نفسها مش واخده بالها، لاني دايما لما بنيجي نعمل مواجهه عاوزين نشوف احنا هنوصل ايه من المواجهه دي. فما تهيأليش انها لو قالت له الكلمتين دول هي كده هدت الدنيا. ليه؟ لان هو هيروح او هيرفع سماعه التليفون على مامته او على باباه، اصلها بتقول ان انتم مسخنيني او ان انا عشان حكيت لكم كذا حصل كذا. وهنا بقى تحاول تعمل ايه؟ تحاول ان هي تقوم هي بالدور ده. ازاي؟ ان هي تبقى مستمعه جيده ليه، دايما تسمعه، ما تنتقدوش. الراجل ما بيحبش النقد على فكره، وخاصه النقد المباشر. تمدح السلوكيات الايجابيه بتاعته، تبتدي تحسسه دايما ان هي متقبله اللي هيقوله، ما تحاولش دايما تديله نصايح وتعدل عليه. مع الوقت هتبتدي تقدر تحتويه اكتر شويه، واحده واحده مع العشره، وان هو بطبيعه الحال بيقضي وقت اطول في بيته ووسط ولاده ووسط مراته، هيبتدي يتجه انه بدل ما يروح يفضفض كل حاجه بره يبتدي يفضفض فيها جوه البيت. مع العلم كمان ان احنا مش عاوزين ان احنا نصعد الامور، بمعنى حتى لو انا حسيت ان في حد مسخنه او حد مضايقه اعمل نفسي مش واخده بالي، لاني لو عملت نفسي واخده بالي انا ببتدي اخش في صدام مش بس مع زوجي، انا بخش في صدام مع عيله كامله، وهنا هيبتدي يحصل نوع من انواع التكتل، ابتدي اروح لهم يقلبوا وشهم قدامي، مبقوش عاوزين يقعدوا معايا، وبصعد الامور ومش هحل المشكله بطريقه المواجهه دي، لاني ده طبعه هو اتربى عليه ان هو يقول كل حاجه. فواحده واحده زي ما اتفقنا بنحاول ان احنا نخلي الاحتواء جوه البيت مش خارج البيت، من خلال ان انا اخلي بيتي بيت جاذب وليس بيت طاقه. ما هو في اللي بيقول كل حاجه بس مش بيسمع كل الكلام، يعني انا ممكن اكون بحكي لامي كل شيء وفي بيني وبينها صراحه واقول لها واستشيرها وكل شيء، بس مش كل حاجه ماما بتقولها لي بروح على طول انفذها، يعني برضو عندي دماغ، عندي فكرة، عندي شخصية. هي دي الدماغ بقى بتيجي منين؟ لما يحصل مثلا ان حد اداله نصيحة وهو يروح ينفذ النصيحة دي. ده في ناس ما بتاخدش غلوة يا دكتور، ما بتفكرش حتى بالكلام اللي اتقال لها، بتاخد كأنه اوردر لإنسان آلي. بالظبط، ما هو ده بقى عيب. فهنا كده بيبقى الدور على مين اكتر؟ الاحتواء من الناحية التانية. أيوة ان انا احسسك ان انا هقدر احتوي، ان انا ممكن بالطريقه دي نجيب نتيجه اكتر، ان انا اشوف انت ايه اللي مضايقك واحاول اصلحه. فحسسه ان انت مش محتاج دايما تاخد راي خارجي، احنا ممكن انا وانت مع بعض نحل مشاكلنا. الموضوع اللي انا بقوله ده على فكره مش سهل طبعا. ساعات كتير الكلام بيبقى سهل قوي، لكن لو بياخد وقت طويل والتنفيذ بيبقى صعب طبعا. بس هنعمل ايه؟ دي حياتنا وتستحق ان احنا نحاول مره واثنين وثلاثه واربعه، لان في الاخر ده كان قرارنا. وكل قرار لازم ايه؟ لازم نستحمل الثمن بتاعه، نستحمل تبعاته طبعا. اكيد اكيد. انا بضحك علشان يعني الحمد لله في كل الاحوال فعلا، بس فعلا موضوع الارتباطات والعلاقات وخاصة لو بتيجي في سن بدري، لا محتاجين ان احنا نقعد ونفكر زي ما حضرتك قلت كده. هي الناس تقول عليها اختبارات، بس انا ما بحسش ان هي اختبارات قد ما هي تجارب او تدريب، بنتدرب على بعض، انا بعرف طبعك انت بتعرف كلامك طبعي. حلو. كلامك حلو. يعني انا ساعات كتير مثلا في واحده تيجي تقول لي اصلي انا فشلت، فاقول لها يعني ايه فشلت؟ قالت لي انا فشلت واتطلقت. هو طبعا الطلاق مش حاجه حلوه، بس المهم مش ان احنا نتطلق او ان احنا نفشل، المهم ان احنا نتعلم من اخطائنا. المهم ان احنا ما نعيدش ونكرر اخطاء. صح، ممكن نعمل اخطاء مختلفه، بس اللي بيزعلني ساعات ان احنا ساعات بنفضل نكرر نفس الخطا. عارفه ليه؟ ليه؟ لاننا ساعات كتير بدل ما نركز على حل المشكله اللي مقابلانا بنركز على المشكله نفسها. ودي حته محوريه جدا جدا جدا، ان بدل ما تركز على المشكله ركز ازاي تقدر تحل المشكله. صح. او ايه الحلول او البدائل اللي قدامك انك تقدر تعدي المشكله. لان دي بتعتمد جدا على حته ايه؟ حته مدى الذكاء الاجتماعي والعاطفي والقدره على ايجاد حلول بديله. لان كل ما انت هتلاقي حلول بديله للمشاكل بتاعتك او تلاقي حاجات ممكن تعوضك عن المشاكل اللي انت فيها، هتقدر تكمل وانت شخص سليم من غير ما تحس ان انت محترق نفسيا. جميل. زوجة برضو بعتت لنا مشكلتها، كلمتنا وقالت لنا ان هي متجوزة من 11 سنة
وعن حب عن قصة حب وكل حاجة، إنما من قريب اكتشفت إن زوجها على علاقة ببنت عمرها صغير في الجامعة ومش عارفة تتصرف إزاي، تواجهه ولا ما تواجهوش، ولو واجهتوش إيه التصرف اللي تاخده علشان تقدر حياتك تبقى مستقرة. السؤال برضه ده سؤال من أحلى الأسئلة اللي بتجيلي. أول حاجة هي بتقول إن هو كان علاقة حب و11 سنة، فأنا مش قادرة أحدد الزوج كان عمره إيه، لأن في ساعات كتير مراحل بيمر بيها الزوج اللي هي مثلا زي أزمة منتصف العمر بتبتدي ساعات في بعض الأحيان لو الجواز بدري عند سن الـ40، وهي إن الراجل ساعات كتير بيحس إن العمر جري بيه وإنه ملحقش يعمل حاجات كتير فعاوز بقى يبتدي يلحق. فهنا بيبقى دور الست سؤال أواجهه ولا ماجهوش. قبل ما تقولي أواجهه ولا ماجهوش، هل أنا مستعدة للمواجهة ولا أنا مش مستعدة؟ لأن المواجهة دي احتمال كبير يكون ليها عواقب كبيرة، فأنا مستعدة للعواقب دي. فلازم الأول لما اكتشف حاجة زي كده أهدى، أستنى شوية، لأن كل ما استنى كل ما المشاعر اللي مسيطرة عليا والانفعالات والغضب هتبتدي تهدى، فهبتدي أشوف الحلول إيه أفضل. هل أنا قادرة إن أنا أستحمل الخيانة دي ولا مش قادرة؟ إيه الحاجات أو إيه مسؤوليتي في اللي حصل؟ هل أنا أقدر أصلح من أشياء؟ هل أنا أقدر أسترد زوجي تاني؟ هل زوجي ينفع معايا حتة إن أنا أتكلم أنا وهو؟ مع العلم أوعي تفضحي جوزك، أوعي تجري تروحي تشتكي للعيلة، لأن ده هيخليه يكمل وهيخليه يكشف وشه. فمهم جدا الفترة دي إن أنا أبتدي أتصرف برزانة، أشوف أنا قادرة على إيه، أشوف إيه المشاكل اللي هتقابلني. لو أنا قررت إن أنا مش عاوزة أكمل، هل أنا هقدر أكمل حياتي من غيره؟ هل ظروفي تسمح؟ هل هو هيتصرف إزاي؟ موضوع شائك جدا. مع العلم برضو بعد ما تشوفي إذا كنت مسؤولة إن هو ممكن، أو في درجة من المسؤولية إن هو عمل التصرف ده، وخاصة أنت بتقولي بعد 11 سنة، فمعنى كده إن هو زوج مش خائن بطبعه. ففي بعض الأحيان رجل بيكون اسمه خائن بالصدفة. يعني إيه خائن بالصدفة؟ يعني بيكون في نوع من أنواع الإهمال، عدم الاهتمام في البيت، البيت بتاعه ما بقاش مصدر راحة زي الأول، ما بقتش الست مدياله التقدير، ما بقتش بتهتم بنفسها، بقت مهتمية بالأولاد أكتر، فبيبتدي يشوف الشيء اللي ناقصه جوه الحياة الزوجية دي ويروح يشوفها بره. وده هنا خبر كويس. ليه؟ لأني معنى كده إن إحنا نقدر نرجعه مرة تانية لو إحنا اشتغلنا على دي. بس ساعات كتير بيكون صعب جدا إن إحنا نشوف مسؤوليتنا إيه من اللي حصل، لأن ده بيكون محتاج مننا نوع من أنواع الوعي والنضج، وإن أنا أكون صريحة مع نفسي، وده مش شيء مش سهل. فأنا بنصحك إنك تاخدي وقتك وتشوفي أنت ناوية على إيه، وتشوفي قدرة تحملك إيه، وخليكي عارفة إن مش معنى إن واحدة تقولك لا لازم تسيبيه، أو واحدة تانية تقولك لا لازم تكملي، ده الصح أو ده الصح. هو الصح بتاعها هي مش بتاعك أنتي. فمهم جدا إن أنتي تهدي وتبتدي تشوفي إيه المناسب ليكي. وبعد ما تشوفي إيه المناسب ليكي تبتدي تحطي خطة هادئة وتدريجية إن أنتي تحلي المشكلة دي بصورة أو بأخرى.